ما زال القصف مستمر وأصداء الأصوات نسمعها بوضوح لأنها قريبة جدا. هنا البيت الذي سقطت فيه القذيفة ونرى آثار الدمار. لقد أصبحنا بدون بيت وسقفنا السماء ولا أعلم كيف سنعيش. كنت أحضر الطعام وهنا سقطت القذيفة وسقط السقف على رأسي ورقبتي تؤلمني وعيوني لا ترى شيئا. ادخلوا وانظروا. الكاميرا تلتقط بعض الصور. هذا الدمار لهذا اليوم، سقطت القذيفة على هذا البيت، قذيفتان طبعا، هذا البيت وبيت آخر بجانبه. طبعا المنظر والمشهد مخيف جدا ومرعب. سقطت علينا القذيفة، الجيش الأوكراني يقصفنا. انظر هناك، انظر من هنا سقطت القذيفة ودمرت كل شيء. نصور مكان سقوط القذيفة. تقول السيدة بأن القذيفة سقطت عليهم من قصف القوات الأوكرانية من هذه الغرفة. طبعا نسمع صوت القصف المستمر، الناس هنا يعيشون تحت هذه الأصوات بشكل مستمر ويقولون بأنهم اعتادوا على هذه الأصوات وكأن شيئا لا يحدث. هكذا بقوة وبسرعة سقطت حتى إنني لم أستطع الانبطاح، فجلست قليلا وانفجرت القذيفة وتطايرت منها الشظايا التي دمرت كل شيء. هذا المكان أو هذا الحي خطير جدا، حيث أن القصف مستمر بين الطرفين، الطرف الانفصالي والطرف الأوكراني، وهناك ضحايا وإصابات بشكل يومي في مثل هذا المكان وبهذا الشكل. من مكان سقوط القذيفة لقناتي العربية والحدث، رائد الأخبار، حي بتروفسكي، دانيتسك.